نيجي بقى هنعمل دلوقتي حاجه حلوه قوي، خبز ملفوف. عندي هنا بص المقادير دي، 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، 3 معالق لبن بودره، 3 معالق زيت، معلقه سكر، معلقه خميره، ورشه ملح، وميه للعجن. ادي كده بص 3 كوبايات دقيق، انا قلت هعملهم بايديا علشان ايه، 3 معالق لبن بودره. ما حبيتيش تحطيهم على الدقيق، هتدوبيهم في شويه نص كوبايه ميه كده وحطيهم. معلقه سكر، قلبت كله كده حلو قوي، اتوه كله احفر حفره كده واحط الزيت. عايزاها قطره شويه، انزلها شويه ميه كمان. اهي بصوا العجينه بالشكل اهي، اهي بصوا كده اهي، ادي العجينه بتاعتي، بس بقى تخمر. نفلت بقى كده العيش ده، العجينه بتاعتي كده كده، ونبدا نبرم كده. ده كده رغيف كده، وبننيم بقى الرغيف على الناحيه اللي ايه اللي تحت دي، اللي هي اخر طرف، بنخلي الرغيف عليها كده كده نظبطه، ونخلي الطرف التحتاني كده ندهنها بيض بالفانيليا، لازم بيض بالفانيليا، وترشيها بقى سمسم، حبه البركه، زي ما انت عايزه، اي حاجه انت عايزاها هتحطها لها. الاثنين مع بعض برضو حلوه جدا يعني.